كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر فيه سرور أو بشر بأمر فيه سرور خر ساجدا شكرا لله تعالى. هذه سجدة الشكر، سجدة واحدة عمل بها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنها عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك مكروهة. السبب، قال: نعم الله عديدة لا تحصى. فإذا كل ما تذكر نعمة بده يسجد، معناتها رح يبقى ساجد طول النهار، تتعطل الأعمال، تتعطل الأشغال. فقال: سجدة الشكر مكروهة، إنما يطلب أن يصلي ركعتين للشكر. السجدة لا تعتبر صلاة، إنما الركعة والركعتين تعتبر صلاة. فقال: يصلي ركعتين، وهي قربة يستحب يثاب عليها الإنسان، وهي مستحبة عند الجمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، إلا أن فيها كراهة إذا كانت سجدة واحدة، وهي تستحب عند حدوث أي نعمة. كل نعمة حدثت للإنسان عليه أن يسجد سجدة الشكر لله. واتخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بعد الصلاة أن يسجد سجدة الشكر، لأن الله وفقه للصلاة، وفقه لهذا العمل الصالح. فبعد ما يسلم على اليمين وشمال يستغفر الله بسجد سجدة الشكر لله عز وجل، يسبح فيها ثلاثا ويشكر الله على ما أنعم: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، على ما أنعمت، على ما تفضلت. هذا عند الإمام الشافعي في كل صلاة، وهي كانت مشهودة عندنا في الشام. في الشام كانت معروفة دائما، يعني كل إنسان بشر بخير يسجد سجدة الشكر، أو بشر بدفع شر يسجد سجدة الشكر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبر بقتل أبي جهل سجد شكرا لله، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بشر بقتل أبو بكر بقتل مسيلمة، لما بشر بقتل مسيلمة سجد شكرا لله. وسيدنا علي رضي الله عنه لما بشر بقتل ذو الثدية، هذا كان ضد سيدنا علي من الخوارج، لما بشر بقتله سجد سجدة الشكر لله. وكل إنسان بشر بخير يجب عليه أن يسجد سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى.